يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة ازاي نحصن نفسنا من اتجاه الادمان، واتكلمنا عن 5 قيم. لو ال5 قيم دي كرسناها في نفسنا وكرسناها في اولادنا، ال5 قيم دي هيكونوا حصننا تجاه الادمان. تعالوا نبني قاعدة و4 جدران ليه؟ عشان نحصن قلوبنا وحياتنا تجاه الادمان. حصنوا نفوسكم وقلوبكم من الادمان بالمسؤولية، ودي خلوها القاعدة، المسؤولية هي القاعدة. واعملوا 4 جدران: الاحترام وحفظ الكرامة والرشد والرحمة. إذا عملنا ال5 حاجات دول، إحنا يا سادة حصلنا نفسنا تجاه الإدمان. يا رب اجعلنا مسؤولين، يا رب العالمين اجعلنا من أهل المسؤولية، واجعلنا من أهل الاحترام، واجعلنا يا رب من أهل الرشاد، واجعلنا يا رب من أجل حفظ الكرامة، واجعلنا يا رب من أهل الرحمة، وحصن قلوبنا من أن نبالغ أو أن نفرط أو أن نفرط، واجعلنا يا رب ممن يحسنون شكر نعمتك ويعيشون في حسن مودتك ويظلون دائما وهم متيقنون أنهم في حضرتك، فلا يخرجون أبدا إلا وهم شاكرون لنعمتك. يا رب العالمين ارزقنا شكر نعمتك، واجعلنا دائما في حسنك يا حفيظ يا كريم يا ودود يا رب العالمين.